السلام عليكم اخوان، موفقين ان شاء الله. ان شاء الله تكونون بخير. ان شاء الله نكمل الباثو فيسيولوجي الليكتشر الرابع هذا، اللي هو الانفلاميشن والهيلينج، الالتهاب والشفاء. شوية مطولة هاي المحاضرة، بس معلوماتها مهمة جدا ولازم كل واحد من عندنا يعرفها ان شاء الله. انفلاميشن ناخذ كمقدمة الديفينيشن. تعريف الانفلاميشن is a local response reaction of living vasculation tissue to endogenous and exogenous stimuli. معناتها هو عبارة عن استجابة موضعية، من قوسين يعني هو عبارة عن تفاعل يحدث العفو للايفينج فاسكولازايد تيشو، للانسجه اللي بيها اوعيه دمويه. هنا أنا خوش ملاحظه، يعني فاسكولازايد يعني الانسجه اللي بيها اوعيه دمويه، تو اندوجينوس سواء كان خارجي او داخلي، يعني استجابه اما لمنبه داخلي او خارجي. ذا تيرم از ديرايفد فروم ذا لاتين انفلامير مينينج تو بارن. مو مشكله. انفلاميشن از فاندمنتالي ديستين تو لوكالايز and eliminate the causative agent to limit tissue injury. مو مهمة. فأهم شيء هنا نعرفه تعريف الانفلاميشن: local response reaction of living vasculocyte tissue to endogenous and exogenous stimuli. يعني قد يكون ال injurious agent قد يكون داخلي قد يكون خارجي. thus inflammation is physiologic protective response to injury. إذن هو وسيلة دفاعية، وسيلة دفاعية للضرر اللي يتعرض له النسيج أو الخلية. Observation made by Sir John Hunter، هذا تاريخ ما لنا علاقة به. فإذا المعلومتين نعرفها إنه هي وسيلة دفاعية تكون استجابة لستيمولاي قد يكون داخلي قد يكون خارجي. شنو أسبابه؟ أسباب عندنا مجموعة أسباب. Physical agent اللي هو قد يكون ضربة مثلا قوية، العفو مو ضربة، الفيزيكال ايجنت قد يكون حرارة، قد يكون ضغط، قد يكون راديشن، الكيميكال ايجنت قد يكون توكسين، قد يكون الكحول وما الى ذلك. يعني هو يدل على ذاته بذاته، كيميكال يعني مواد كيميائية. بيولوجيكال ايجنت يعني بكتيريا، فانجاي، باراسايت، فيروس وما الى ذلك. اميونولوجيك disorder يعني اضطرابات مناعية إذا صح التعبير، مثل حساسية مثلا، تفاعلات الحساسية وما إلى ذلك. و genetic metabolic disorder اللي هي الشغلات اللي لها علاقة بالوراثة، مثل السكر وما إلى ذلك. بالنسبة للتسمية، التسمية جدا سهلة وجدا مهمة بنفس الوقت. أنا أرجع أكرر، هاي المادة هي مادة طبية مو مادة صيدلانية، لكن مع ذلك الاطلاع عليها جدا مهم. بالنسبة للتسمية، فإحنا نخلي عندنا السفكس وعندنا البريفكس. إذا تذكرون بالترمينولوجي المصطلحات اللي أخذناها بالمرحلة الأولى، الكلمة تجي بالبداية نسميها بريفكس، واللي هي البادئة، واللاحقة سفكس. السفكس بالنسبة للالتهاب هو آيتس، ماشعني هو هاي الآيتس اللي تحضان منوته. يعني نخلي بالبداية البريفكس ونلحقه آيتس. هواي عندنا مثل كل شيء هواي، يعني تونسيلايتس، أبنديتايتس، ستوماتايتس، سوماتايتس، هواي يعني أمثلة لا تعد ولا تحصى. أهم شيء نعرفه أنه نخلي له آيتس، معناته أنه العضو المذكور يعاني من إنفلاميشن. كلاسيفيكيشن: inflammation is classified purely based on duration of lesion، يعني مدة الضرر أو مدة الآفة، and histologic appearance into acute and chronic inflammation. يعني تصنيفه يعتمد على المدة كذلك، والمظهر المظهر الهيستولوجيك النسيج إذا صح التعبير، إذا كان acute أو chronic، إذا كان مزمن أو إذا كان طارئ. هسه نجي للأكيوت إنفلاميشن. إذن هنا النوعين. أكيوت إنفلاميشن is an immediate and early response. من اسمه أكيوت معناته يجي ويروح بسرعة ما يطول. Immediate يعني فوري، and early response to an injurious agent, and it is relatively of short duration. يعني شو تكون المدة مالته؟ قصيرة. ماشي؟
short duration lasting for minutes يعني قد يطول دقائق قد يطول ساعات قد يطول أيام. It characterized by exudation of fluid يكون نضح أكل السوائل. And the plasma protein and the immigration يعني الهجرة أو migration العفو of predominantly neutrophilic leukocytes to the site of injury. هنا أنا مهمة فإذن الوايت بلاد سيل اللي راح تهاجر للمكان اللي متعرض للإنجري هي النيوتروفايل The five cardinal signs of acute inflammation are يعني العلامات الرئيسية للأكيوت إنفلاميشن وليس الكرونيك هي عبارة عن خمس علامات مهمة جدا اللي هي الإحمرار redness والهيت اللي هو الحرارة swelling الانتفاخ والبين الألم. كذلك يضاف لها نقطة خامسة وضيفت مؤخرا هي loss of function اللي هو فقدان الوظيفة قد يكون فقدان الإحساس. شنو سبب الإحمرار؟ عودا إلى بد سبب الإحمرار هو مبين إنه لأن يصير توسع بالأوعية الدموية فبالتالي راح يصير عندنا ضخ بالدم فالمنطقة راح تصير نوعا ما حمراء. كذلك يعني الحرارة بسبب جريان الدم الزايد بهاي المنطقة فراح 100% راح يكون بها حرارة. بالنسبة للانتفاخ ليش؟ accumulation of fluid in the extravascular space الفضاء اللي خارج اللي بين الخلية وبين الوعاء يعني الوعاء الدموي اكو بعض السوائل راح تطلع من الوعاء الدموي وراح تصير بين الخلايا فراح يصير اكو انتفاخ. كذلك البين which is partly result from the stretching destruction of tissue due to inflammation edema and in part from pus under pressure in as abscess cavity. abscess يعني القيح الفراغ القيح يعني الخراج. some chemical of acute inflammation including bradykinin prostaglandin and serotonin are also induced by موضوعنا هذا. المهم نعرف ذن النقاط الخمسة أهم شيء نعددهن هاي النقاط الخمسة. Events of acute inflammation شنو الأحداث اللي تصير بالacute inflammation بالالتهاب الطارئ؟ راح تكون acute inflammation is categorized into an early vascular and a late cellular response يكون استجابة وعائية مبكرة وخلوية متأخرة. Early vascular and late cellular response هاي العبارة حلوة هنكون استجابة وعائية مبكرة واستجابة خلوية متأخرة. The vascular response اللي احنا قلنا هاي مبكرة ايش راح يكون؟ طبعا تعداد فقط قال الدكتور علي يكون immediate momentary يعني دقائق او لحظات vasoconstriction يعني بالبداية الوعاء شو يكون بالنسيج اللي يتعرض للضرر؟ أول شيء شو يكون؟ يكون الأوعية تتقلص مبدئياً فإذا التقلص يكون سابق للديليشن يكون سابق للعفو للتوسع. And second بدقائق due to neurogenic or chemical stimuli زين أول شيء يكون عندنا هو التقلص ب أو ثانياً فازو ديليشن. إذن من هو السابق الفازو كونستركشن للفازو ديليشن؟ السابق هو الكونستركشن التقلص ثم التوسع. of arterioles and venous resulting in increasing blood flow مو مشكلة. C شعدنا increase vascular permeability يعني يزيد عندنا النفاذية الوعائية. هذه النقاط الثلاثة هي الأحداث الخاصة بالأكيوت inflammation الخاصة بالفاسكولار ريسبونس الخاصة بمن؟ بالاستجابة الوعائية. عندنا بعد استجابة شنو؟ خلوية اللي هي هاي استجابة خلوية. The cellular response has the following stage تكون اكو migration او migration حسب الوصف rolling pavimentation adhesion of leukocytes transmission of leukocytes 100% عندنا النيوتروفايل راح تروح مثل ما اتفقنا والكيموتاكسيس والفاجوسايتوسيس هذا اللي عرفناهن اخذناهن اعتقد مرحلة اولى وثانية. بس هنا بالاصل بس تعداد قال عليه الدكتور علي اللي هي الماجريشن الهجره والرولينج
وادي شن اوف ليوكوسايتس، قلنا ليوكوسايتس منو نيوتروفايل، هاي اكد عليها. النقطه الثانيه ترانسميجريشن اوف ليوكوسايتس والكيموتر سورسز، هنا اكد شوي على هاي الفقره. يوني دايركشنال اتراكشن اوف ليوكوسايتس يعني باتجاه واحد يكون from vascular canal toward the sites of inflammation within the tissue space guided by chemical gradients including bacterial and cellular debris is called chemotaxis. قد يجي مثلا تعريف، ما اعتقد يجي تعريف بس جوز يجي مثلا توضيح او شنو يعني الكيموتاكسيس، هذا هو المعروف. الفقرة الأخيرة هاي how do leukocytes seen or smell the chemotactic agent؟ شنو راح تشوف العوامل الكيميائية؟ This is because receptor 100% عندنا ريسبترات احنا on cell membrane of leukocytes related with the chemoattractant resulting in the activation of phospholipid C that ultimately leads to release of cytocholic calcium ion and this ion triggers cell movement toward the stimulus. واضح يعني عن طريق الموضوع كله وين؟ بالريسبتر بالمستقبلات او المستقبلات العفو الموجوده بالسيل ممبرين لليوكوسايتس هي اللي راح يعني تحسس او تخلي اشعار انه هنالك انجري، انه هنالك انفلاميشن. بالنسبه للفاجوسايتوسيس اللي هو البلعمه، فاجوسايتوسيس تعرفوها انتم بعد ماكو داعي، ذا بروسيس اوف انجلفمنت ابتلاع اند انترنالايزيشن by specialist cell of particulate material which include invading microorganism damaged cell on tissue debris. يعني احنا خلايا البلعميه المايكروفاج عاده تكون لها قابله على الابتلاع. Phagocytosis involves three distinct but interrelated steps. يعني بيها البلعمه بيها ثلاث خطوات. شنو هاي الخطوات الثلاثة؟ ذني recognition and attachment يعني أول شيء الاتصال، ثم engulfment ثم الابتلاع ثم killing. يعني أول شيء تشلب بالمايكرو أورغانيزم تشلب به ثم تبتلعه ثم تكتله أو تحلله يعني عن طريق التوكسين اللي تبعثه. هذا التعداد فقط. oxygen independent mechanism this is mediated by some of the constituent of the primary and secondary granules of polymorphonuclear leukocytes. This include bacterial permeability, increased protein, lysosome, lactoferrin, major basic protein defense. يعني ما أعرف شنو المطلوب من هذا الشيء بالضبط. بالنسبة للميكانيزم اللي يعتمد على الأكسجين، أكون هنا 100% أكون هنا طريقتين. non-myelo myeloperoxidase dependent وعندنا لا myeloperoxidase dependent يعني هو تعداد فقط حسب. بس انا مرات صراحة من باب الفضول اطب على الشرح، لكن وقتها دكتور علي قال تعداد فقط. chemical mediator of inflammation account for the event of inflammation. inflammation has the following sequence. هذا الاخوان هذا سلسله الاحداث هاي ضروري هو ياكد عليها دكتور علي ضروريه جدا. يعني ايش راح يصير عندنا؟ cell injury chemical mediator acute inflammation. يعني هاي تسلسل هاي الاحداث مهم جدا. the vascular cellular event يعني الاحداث اللي تصير سواء كانت على المستوى الوعائي او على المستوى الخلوي. cell injury chemical mediator and acute inflammation. sources of mediator يعني شنو المصادر هذه الوسائط اذا صح التعبير او الوسطاء. the chemical mediator of inflammation can be derived from plasma or cell. يعني قد تجي من البلازما قد تجي من السيل. نوتوها شباب هاي الملاحظة، يعني الكيميكال ميديتور يجوز تجي عندنا من البلازما يجوز تجي عندنا من السيل. هنا راح يكون عندنا شوي نتعمق اكثر. اللي تيجي من البلازما شنو شغلها؟ هاي complement activation وفاكتور اكس 2 هيموجلوبين فاكتور اسمه activation.
بالنسبه للثاني الفاكتور فاكتور اكس يعني هاي معناتها علامه الاثنين هاي واحد واحد يعني اثنين يعني اثنين اس اكتيفيشن ريزلت ان ريكيورمنت اوف فور سيستم ذا كاينين كلوتين اون ذا فايبرونلايتيك اون ذا كومبلمنت سيستم. يعني هاي تشتغل على ثلاث انظمه الكاينين والكلوتينج والفايبرونلايتيك اند كومبلمنت سيستم. زين بالنسبه للي مشتقات من الخليه ذن شلون شغلها ذن مهمات جدا. الهستامين اللي هو الماده اللي تسوي عندنا الحساسيه اذا ارتفعت بجسم الانسان الانسان يضل يحك هي هذا الهستامين. هاي منين يطلع؟ من البازوفايل نتذكرها المفروض يطلع لنا من البازوفايل ومن الخلايا البدينه الماستيل. شنو وظيفتها؟ باسكولار ليكيج بليتليت. السيروتونين هاي نعرفه منين يطلع؟ يطلع من البليتليت. اللايزوزومال انزيم يطلع من النيتروفايل. بروستوغلاندين هذا يطلع من كل الوايت بلاد سيل. اليوكوتراين كذلك هذا يطلع منين؟ من كل الوايت بلاد سيل. بليتليت اكتيفيتنج فاكتور من الكل اكتيفيتنج اوكسجين سبيشيز من الكل. ترى بالمناسبه هسه راح اقول لكم طريقتها سهله جدا. النيتريك اوكسايد هذا يطلع من المايكروفيج من البلعميات. عندنا السيتوكينين لا راح يطلع من المايكروفيج ويطلع من الليمفوسايتس. شلون نحفظهم اخوان؟ الهستامين ضروري جدا نحفظه يطلع من البازوفيل ويطلع من الماست سيل ماشي يعني. السيروتونين هم نعرفه يطلع من البليتليت المفروض. وعندنا اللايزوزوم يطلع من النيوتروفايل. يبقى عندنا النيتريك اوكسايد يطلع من المايكروفيج المفروض نعرفه، والسيتوكين يطلع من الليمفوسايتس والمايكروفيج. اذا المايكروفيج طلع لنا النيتريك اسيد وطلع لنا السيتوكين. واضح يعني؟ اما البقيه كلهن يطلعن من الكل. البقيه كلهن يطلعن من الكل. قلنا بس الهستامين شغله الحساسيه ماست سيل بازوفيل. ماست سيل خلايا البدينه بازوفيل. السيروتونين نعرفه هو من البليتليت. اللايزوزومال انزيم الانزيمات الحاله يطلع من النيوتروفايل. صح لو لا؟ اما البقيه من الكل لازم نعرف النيتريك اوكسايد من المايكروفيج. مبين ان هي البلعميات يراد لها نترك يراد لها شيء قوي حتى من تبتلع المايكرو اورجانيزم شو تسوي؟ حتى تحلله جوا تفسخه. فلازم عندها شنو؟ فد شيء قوي. وتعرفون انتم النترك حامض النتريك هذا حامض قوي جدا. السيتوكين قلنا يطلع من الليمفوسايتس من الخلايا الليمفيه وكذلك من المايكرو فيج. Most mediator perform their biological activities by initially binding to the specific receptor on the target cell. Once activated and released from the cell, most of these mediator are short life. هنا ملاحظة مهمة. أغلبهم شي يكون قصير الحياة. Most mediator have the potential to cause harmful effect. فإذا نهم شي شنو حياتها شي تكون بعد أن تحرر تكون حياتها قصيرة. طبعا باستثناء الخلايا الليمفيه تكون شويه حياتها اطول. لذلك هو قايل لك موست وليس اول. زين مورفولوجي اوف اكيوت انفلاميشن يا الله هسه خلينا نجي للشكل. الاكيوت انفلاميشن هذا شنو يعني ايش راح نشوف على النسيج او الخليه المتضرره من عنده؟ كاركترستيكلي ذا اكيوت انفلاميشن ريسبونس انفلاماتوري ريسبونس انفولف برودكشن اوف اكسوديت. اكسوديت يعني نضخات ينضح او نضحات العفو نضحات ينضح سوائل. As an edema fluid with high protein concentration 100% نضحاتها منين راح تطلع السوائل؟ هي بلازما صح لو لا؟ والبلازما ايش مليانه؟ مليانه بروتين كلها بروتين اصلا. فاذا 100% هاي الاكسيديت اللي راح تطلع شو نقول؟ هاي بروتين concentration تكون نسبة البروتين بها جدا عالية. which frequently contain inflammatory cell منتهي من عنده. عندنا transudate اللي هي الرشحات هم هذول الاخوان النضحات والرشحات. simply a non-inflammatory edema caused by cardiac renal and other disorder. شنو معناته؟ شنو الفرق؟ الفرق انه الاكسيديت اخوان هاي مهمة حتى الدكتورة سهير هم يعني اكدت عليها. الفرق انه الاكسيديز شو يكون؟ يكون يحتوي على الانفلاماتوري سيل. يحتوي على الانفلاماتوري سيل.
والترانسيود اتش بي لا يحتوي على الانفلاماتوري سيل نون انفلاماتوري اديما، لا توجد جراحه. بالاول عندنا بروتين عالي، بالثاني ترانسفيديت بروتين قليل او ماكو اصلا لعله. واحنا هم استبقنا الحدث دائما السبق حيث هو الرجال مسوي مقارنه هنا. اكسيديت وترانسفيديت السبب هنا، السبب شو يكون قلنا بالاكسيديت؟ يكون انفلاميشن، هنا انا مو انفلاميشن. الابرنس 100% ايش راح يكون؟ بما انه راح يصير بيه نضحات وراح يصير بيه الاوعيه تتقلص نوم تتمدد، فراح يكون هيموريجيك، راح يكون تيربت وراح يكون كلبت. هنا لا يصير كلير واضح، لعله نشوفه اصفر شاحب. اذن ناكد عليها الدكتور علي. البروتين كونتنت قلنا هنا شو يكون؟ عالي 3 غرام، حدود 3 غرام ماشي يعني. بالنسبة للبكتيريا 100% هنا موجودة 100% هنا ما موجودة. هاي المقارنة مهمة اخوان جدا، ركزونا على البكتيريا، ركزونا على البروتين كونتنت، ركزونا على الابرنس، ركزونا على الكاوزز. There are different morphologic types of acute inflammation. Serious inflammation يعني عندنا انواع مختلفة من الاكيوت انفلاميشن. Serious inflammation اللي هي المصلي اذا صح التعبير. This is characterized by an outpouring of thin fluid that derived from either the blood serum من اسمه serious يعني serum مصل، or secretion of mesothelial cell lining the peritoneal barrier and pericardial cavities. يعني it results without reaction يعني تمتص من جديد بدون اي تفاعل، لان هو المصل عادة هو طالع من الدم، فمية بالمية الدم يكون اكثر ثخين اكثر من عنده، فراح يعيد امتصاصه مرة لاخ. النوع الثاني من انواع الالتهاب اعتمادا على الشكل، احنا جدا ناخذ السيريوس انفلاميشن والفايبرينيوس انفلاميشن، بدنا ناخذ الالتهاب اعتمادا على الشكل اعتمادا على المظهر. هذا يسموه التهاب الليفي او الليفيني، مور سيفير انجيراسيزم ان جريتر باسكولار بيض مبوظات، ultimately leads to oxidation of large molecules such as fibrinogen. من اسمه فايبرينيوس انفلاميشن، يعني شو راح ينتج؟ راح ينتج عباره عن جزيئات عاليه من الفايبرينوجين through the vascular barrier. Fibrinous exudate is characters of inflammation in serious body cavities such as the pericardium. مو مهم. Course of fibrinous inflammation include ايش راح يصير؟ Resolution by fibrinolysis 100% راح يزال بتحلل الفايبرين. Scar formation راح يكون عندنا ندبه between peritoneal and visceral surface. مو مهم. Fibrous strand formation. فأهم شيء عندنا بالفايبرينيوس انفلاميشن راح يكون عندنا scar formation. Scar راح يكون عندنا ندبة، وراح يكون عندنا كذلك fibrous strand formation. أذن الاثنين راح يتكونان. ثالثا سبيوريتيف انفلاميشن اللي هو الالتهاب القيحي من اسمه الصديدي، يعني هذا راح يكون عندنا بص مبين من اسمه. This type of inflammation is characterized by the production of a large amount of pus. 100% من اسمه اخوان. Suppurative معناته يكون pus، يكون صديد او قيح. Pus is a thick creamy liquid yellowish or blood stained in color and composed of. مين يتكون القيح؟ هذا مهم اخوان. A large number of living or dead leukocytes. 100% ما دام لونه ابيض معناته بليوكوسايتس هوايه. نيكروتيك تشو ديبرس يعني اكو حطام مال انسجه متناخره. Living and dead bacteria. بكتيريا يجوز ميته يجوز عدله. اديما فلويد. اذن مهمات جدا اخوان. مكونات البص تكون من ليوكوسايتس عدد كبير، نيكروتيك تشو،
living or dead bacteria and edema fluid. There are two types of suppurative inflammation. اكو عندنا نوعين. Abscess formation اللي يكون الابسس القيح، وعندنا acute diffuse اللي inflammation اللي هو بلغمي. الاول يكون قيح من اسمه، والثاني بدون قيح. يعني هنا يكون ابسس، هنا شنو بدون ابسس، هاي فضت راحت. عندنا كذلك اكو نوع اخر من inflammation اسمه كاتارال انفلاميشن، يسموه التهاب، يعني تعريب مالته الالتهاب النزلي، نزله البرد او النزله الشعبيه يسموها. هاي دائما لها ارتباط بمن؟ بالتهاب الانف، راينايتس، التهاب الانف. سودو ميمبرينيوس انفلاميشن، من اسم هذا يعني كاذب. The necrotic epithelium, the neutrophilic polymorphs, red blood cell, bacteria and tissue depress form a false membrane which form a white or colored layer over the surface of inflamed mucosa. انتم تشوفون سيودو معناته سيودو او سودو، مو مهم. Effects of acute inflammation، شنو التأثيرات للأكيوت inflammation، للالتهاب الطارئ او السريع او الزائل؟ اكو تأثيرات مفيدة وكذلك اكو تأثيرات ضارة. هنا تعداد فقط التأثيرات المفيدة: beneficial effect, dilution of toxin. شو راح يسوي؟ راح يسوي خلينا نقول تخفيف للسموم الموجودة. protective antibody, fibrin formation اللي يفيدنا بتخطر الدم. plasma mediator system, provision. Cell nutrition, promotion of immunity. يعني تعداد فقط. هاي بالنسبة للتأثيرات المفيدة. التأثيرات الضارة شنو؟ عندنا tissue destruction 100% راح يسوي تحطم بالنسيج. عندنا swelling اللي راح يسوي انتفاخ، وكذلك عندنا inappropriate response، استجابة غير ملائمة. زين، شو راح يكون course of acute inflammation؟ شو راح يكون بالacute inflammation؟ نهاية، يعني شلون راح ينتهي هذا الأكيوت انفلاميشن، يعني الخطوات اللي من نشوفها معناته هذا بدأ يزول. ريزوليوشن اللي هو الشفاء. مبين شلون نكتشف الشفاء؟ ترجع الرجوع كومبليت ريزوليوشن او العفو ريستيتيوشن اوف نورمال ستراكشر اند فانكشن اوف ذا تيشو. التيشو اللي تعرض للضرر يرجع الشكل الطبيعي ويرجع لوظيفته الطبيعيه. زين، healing by fibrosis أو fibrosis العفو اللي هو التليف، هاي الشرح يكون عندنا 100%. كل تليف يكون سكار، كل تليف يكون سكار، يكون ندبة. abscess formation اللي هو تكوين القيح، شي يكون. أما sinus formation when the abscess gap they make a contact with the one epithelial lining اللي هو يكون يعني معزول ومغلق، ساينس يعني جيبي، او يكون فيستولا، يكون ناسور. هذا اخوان المقارنه بيناتهم جدا مهمه، يكون ناسور فيكون يطلع القيح مالته برا خارج الجسم، يكون هو داخل الجسم ويكون في قناه تتصل بالجلد ويبدي يضخ القيح مالته الباص خارج الجسم، وهذا يسمونه فيستولا ناسور، يحتاج تداخل جراحي. هذا لا، ما يحتاج تداخل جراحي، يحتاج تداخل جراحي سطحي بسيط. الساينس فورميشن، شوش مكتوب هنا connected to the epithelial surface، والمقارنة بيناتهم اخوان مهمة. هسه خلصنا من الأكيوت العفو، خلصنا من الأكيوت inflammation. هسه نجي لنا كرونيك، ذا المزمن، التهاب المزمن. دائما نقول هذا عنده التهاب بلاعين مزمن مثلا، ذاك عنده التهاب قولون مزمن وما إلى ذلك. Chronic inflammation can be defined as prolonged inflammatory process weeks or month where an active inflammation اكتف فعال tissue destruction يحطم الخلايا and attempts to at repair or proceeding stimulating السموم، مو مهم هذا. cause of chronic inflammation، شنو اللي يسوي الكرونيك؟ persistent infection، راح يصير عندنا infection عدوى ومستمرة، يعني ما تعالجت، مثل سل tuberculosis، مثل leprosy اللي هو جذام او جرب. Prolonged export to non-degradable but partially toxic substance.
يعني تعرض الى مواد سامه ولو سميتها بسيطه بس الوقت عالي. واضح شلون؟ بروجريشن فروم اكيوت انفلاميشن. واضح تقدم الاكيوت انفلاميشن ان التهاب يعني بسيط لكن شنو؟ استفحل بينا فيتحول الى كرونيك. وكذلك عندنا اوتو اميونيتي. اوتو اميونيتي او اميونيتي بالضبط. هذا عندنا اربع انواع اربع اسباب العفو للكرونيك انفلاميشن. مورفولوجي ايش راح يكون بالخليه اللي تتعرض للكرونيك انفلاميشن؟ شنو فرق عن الاكيوت؟ مونوسايتس اند ماكروفاج. هناك كان عندنا ما كان عندنا كان عندنا اكثر شيء من اللي لاعب لعب النيوتروفايل صح لو لا؟ هنا عندنا لا المونوسايت والمايكروفاج ار ذا برايم دون اي برايم سايت كرونيك انفلاميشن. هاي ملاحظه مهمه شباب. المونوسايتس والماكروفاج هي تكون الخلايا السائده بالكرونيك انفلاميشن. ماكروفاجز ار سكافنجر سيل اوف ذا بودي. ملاحظه جدا مهمه تجي يعني احتمال اذا الماكروفاج هو السكافنجر هي الكناس سيل اوف ذا بودي. هذا سيل ان كرونيك انفلاميشن موجوده بعد خلايا عفوا نعم موجوده تي ليمفوسايتس بي ليمفوسايتس اند بلازما سيل اند ماست سيل اند ايوزينوفايل 100% ما دام عندنا يازين فايل معناته ايش عندنا؟ او العفو ماست سيل راح تفرز الهستامين معناته اكو اليرجيك ريأكشن 100%. لكن عندنا الاكثر منه اللي اخذناها بالبدايه اللي هي ذني اكثر اثنين اللي هي المونوسايتس والماكروفاج. هنا عندنا المقارنه بين الاكيوت. هاي المقارنه تختصر هذا الحكي اللي حكيناه كله. مقارنة بين الأكيوت انفلاميشن وبين الكرونيك انفلاميشن. الديوريشن 100% هنا بالوقت هنا يكون قصير هنا يكون عادة طويل. الباترن النمط هنا شي يكون ستيريوتايب هنا يكون فارايد يعني هنا يكون نوعا ما متنوع هنا يكون نوعا ما يسير باتجاه واحد. الخلايا السائدة هنا تذكرون نيوتروفايل هناك شي يكون مايكروفيج. هاي تقريبا اهم نقطة انا حسب وجهة نظري. وهنا الليمفوسايتس لا تذكرون كذلك هنا بلازما سيل. تشو ديستركشن يعني الدمار اللي يصير بالنسيج هنا يكون ميل تو مودريت هنا لا يكون واضح كلش واضح. فابريوسيس يعني التليف هنا شي يكون غائب هنا يكون لا موجود احتمال يصير تليف. انفلاماتوري رياكشن هنا شي يكون اكسيديتيف هنا شي يكون يعني هنا يكون نضحي هنا يكون لا بروتكتيف يعني منتج يعني مثل منتج البلغم مثلا او منتج القيح الهوايه وما الى ذلك. هنا ايش راح نجي؟ كلاسيفيكيشن اوف كرونيك انفلاميشن راح نجي هم نصنف بس هذا التصنيف ايش راح يكون؟ تصنيف نسيجي. نون سبيسيفيك كرونيك انفلاميشن This involves a diffusion accumulation of macrophage and lymphocytes at the site injury. مبين ذاك هو. عادة وين يكون؟ يكون بالتهاب المرارة. Cholecystitis اللي هو التهاب المرارة المزمن اللي تحتاج إلى شنو؟ دائما يقول لك لك عند التهاب مرارة مزمن يقول لك شيلها أحسن لك المرارة. وعندنا specific inflammation اللي عادة شو يكون؟ Granulomatous inflammation. يكون ورم حبيبي. جرانولوما مايكروسكوبيك اجريجيت اوف ابيثيليال سيل. ماشي يعني ابيثيليال سيل يعني هذا اللي ممكن احنا نعرفه من هاي من هذا السبيسيفيك انفلاميشن انه يكون حبيبي بحبيبات. هاي الحبيبات هي عباره عن تجمعات للابيثيليال سيل او سيلز. الباثوجينيسيس يعني عملية الإمراض إذا صح التعبير يكون عن طريق فورين بودي جرانولوما. هاي تعداد فقط أو إميون إميون يعني شغلات تخص المناعة جرانولوما. جيد هسه عندنا الأسباب ماجر كوزز أوف جرانولوميتوس غير التسمية
inflammation include. بالنسبة للالتهاب الحبيبي راح يكون شنو أسبابه؟ تقريبا نفس الأسباب اللي أخذناها: bacterial fungi helminth اللي يخص الديدان، بروتوزوا اللي يخص البروتوزوا البوغيات، كلاميديا، inorganic material وما إلى ذلك، أيودو أو idiopathic. هذني تعداد فقط نقال عليه الدكتور علي. systemic effects of inflammation كذلك إيش راح يكون عندنا: fever, endocrine, metabolic response, autonomic. هذان النقاط هي عبارة عن تعداد فقط. هنا نكون خلصنا inflammation وراح بعدين راح ندخل بالشفاء الهيلينج أو الهيلينج، هسه راح نأخذه إن شاء الله. بس نبلش إخوان، بس خذنا الانفلاميشن شلون يصير، نوع الأكيوت والكرونيك. هسه راح نبلش بالهيلينج الشفاء. الهيلينج the body's replacement of destroyed tissue by living tissue، هو استبدال الخلايا الميتة بخلايا حية أو الأنسجة حية. processes of healing. the healing process involve two distinct processes. شغلتين عندنا: اما regeneration اعادة توليد انسجة جديدة، هذا يكون ما بي سكار ما بي ندبة. the replacement of lost tissue، هاي مهمة طبعا، by tissue similar in type، تشبهها بالنوع، ما يكون ما يسبب ندبة. اما ريبير يكون اصلاح اللي هو سكارينج الندبه، مثل العمليه واحد من يشغل يعني سوى عمليه بمكان معين تبقى عنده ندبه. The replacement of lost tissue by granulation tissue which matures to form scar tissue. ايش راح تسوي لنا هنا؟ راح تسوي لنا ندبه. فاذا هاي العمل الشغلتين مهمات. type of cell تكون اسمه تعداد فقط: labile cell, stable cell وكذلك permanent cell اللي هي الدائمة الغير قابلة على الانقسام. بالنسبة عندنا هنالك two types of healing process، عندنا طريقتين للهيلينج اللي أخذناها قبل شوية اللي هي أما by regeneration أو عن طريق الريبير. هسه شوي خلينا نفصل. healing by regeneration إعادة التكوين إذا صح التعبير. renewal of lost tissue in which the lost cell are replaced by identical one. جيد، من إحنا أهم شيء أهم فقرة بها أنه ما يسوي سكار ما يسوي ندبة. regeneration of two processes proliferation of surviving cell to replace lost tissue. جيد، migration of surviving cell into vacant space. the capacity of tissue for regeneration depends on its proliferative ability. مهم. degree of damage to stromal framework and severity of the damage. جيد. tissue formed of labile and stable cell. زين. can regenerate provide the stromal framework are intact. معناته اخوانا ذن اللابايل والستيبل شنو ذن الخلايا نقدر شنو نسوي لهن؟ نقدر نسوي لهن ريجنريشن. ماشي، عكس البقيه. زين، بالنسبه للريبير اللي احنا قلنا شو يسوي الريبير؟ يسوي اهم شيء سكار، اهم فقره بيه. اذا تكتب بس سكار كانت جبت التايهه. اللي هو healing by connective tissue. lost tissue is eventually replaced by a scar. now they يقول لك formation of granulation tissue and eventual scarring. tissue containing terminally differentiate permanent cells such as neurons and skeletal muscle cannot be healing by regeneration. صح، skeletal muscle اللي هي العضلات الهيكلية والأعصاب ما تقدر تعالجها بالريجينريشن، ما تستبدل. اذا ايش راح يكون اذا تعرضت لل يعني انجري؟ راح بال ريبير راح تتعالج بالفورميشن اوف جرانوليشن تيشو. ان جرانوليشن تيشو فورميشن 3 فيسز مي بي اوبزرفد. يعني عندنا بالريبير اللي هو جرانوليشن تيشو احدنا نشوف ثلاث حالات: face of inflammation, face of
ديموليشن وعندنا ان جروث اوف جرانوليشن تشو، هاي تعداد فقط اخوان نحفظها. العفو. وند كونتراكشن اللي هو تقلص الجرح، ميكانيكال ريدكشن ان ذا سايز اوف ذا ديفكت، ذا وند از ريدوس ابروكسيمالتي باي 70 80 اوف اتس اوريجينال سايز 100%. يكون اكو تقلص بالبدايه حتى مثل ما يقول راح يسيطر على الوضع. Contraction result in much faster healing. يعني شقد ما كان يعني التقلص من يصير عندنا راح يسرع من عملية الشفاء. قد تجينا السؤال. Causes of contraction مبين، بما أنه contraction معناته إيش عندنا؟ معناته عندنا muscles، صح ولا لا؟ 100%. فش راح يكون معناته عندنا مايو فايبروبلاست، أكو عندنا مايو، أكو عندنا عضلات. هذا المخطط اخوان يعني هو تقريبا يوضح لنا كل الحشي اللي حكيناه يعني مختصر، وبقى تاكد عليه دكتور علي وقال يعني مهم، و100% هو مثل ما قلنا يختصر لنا الحشي كله اللي حكيناه اخوان. المواضيع اللي ما نعرج عليها معناتها يعني الدكتور علي قال الطلاع، فهنا راح نوصل للوند هيلينج اللي هو شفاء الجروح. شو يكون؟ العفو. There are two patterns of wound healing depends on the amount of the tissue damage. يعني يعتمد على كمية الضرر الموجود بالأنسجة. Healing by first intention اللي هو إحنا قلنا resolution اللي قلنا هذا ما يسوي scar. وكذلك healing by second intention اللي هو fibrosis اللي هو repair اللي هو يسوي شنو؟ يسوي scar. هذا مختصر جدا مفيد. Secondary healing differ from the primary healing in several respects. تسعنا الفروقات اللي بين البرايمري والسكندري هيلينج، اللي بين ريزولوشن وبين فايبروسيس. يعني عندنا ذا انفلاماتوري، ذا انفلاماتوري رياكشن از مور انتنس 100%، يكون واحد منهم من عندهم ازيد من الثاني. عاده يكون بالثاني ازيد انفلاماتوري رياكشن حتى يسبب الخلايا انه شبه تتشوه. هنا ثانيا عندنا much larger amount of granulation tissue are formed 100%، هاي عندنا بالثاني بالربير 100%. when a large defect occurs in the deeper tissue such as in viscous granulation tissue bears the full responsibility for its closure because drainage of the surface cannot occur. جيد. Perhaps the feature that most clearly different primary from secondary healing is يعني تقريبا الصفة الأوضح اللي أهم واحدة مني the phenomenon of wound contraction. وين راح يصير هذا؟ راح يصير باللارج سيرفيس wound، راح تكون بالجروح طبعا أكيد هو بالفايبروسيس، هاي راح تكون وين؟ لارج سيرفيس wound راح يكون عندنا wound contraction، تقريبا هي هاي أهم صفة. Healing by second intention take much longer than when it occurs by first intention 100%، الوقت هنا اللي راح ينصرف أكثر من الوقت اللي هناك ينصرف. Factors that influence wound healing، العوامل اللي تأثر على شفاء الجروح. العفو. عندنا local factor اللي هي type size or location of the wound، هاي تعداد فقط اخوان. Vascular supply infection movement ionizing يعني من الايون radiation. زين عندنا systemic factor اللي هو تخص السيستم، مثلا circulatory stasis stasis يعني حالة الجهاز الدوران بجسم الإنسان، infection إذا أكو التهاب أو ماكو، وكذلك الميتابوليك status، وكذلك nutritional deficiency إذا عندنا نقص بعض العوامل الغذائية، مثل عندنا نقص بالبروتين أو نقص بالفيتامين أو نقص ببعض العناصر. كذلك عندنا الهرمونات، الحالة الهرمونية 100% تأثر. وكذلك إذا أخذنا أنتي إنفلاماتوري دراج 100% راح عملية الشفاء تكون أسرع. Complication of wound healing، إيش ممكن يكون complication؟ يعني تداخلات، يسموها تداخلات أو تعقيدات. إذا صار وياها infection، إذا صار وياها التهاب 100% راح تتعقد. وإذا صار deficient scar formation، وإذا كان scar أو ندبة اللي صارت ما غطت جميع الأنسجة المتضررة، هنا أيضا إيش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا مشكلة، راح يسبب عندنا شنو؟ سبب لنا الهيرنيا الفتق، صح لو لا؟ راح سبب لنا الهيرنيا وهاي راح تكون مشكلة.
وقد يسبب عندنا الالسريشن اللي هو التقرح، اللي هو يظل مثل ما يقولون يظل يذب جراحه يذب جراحه يذب جراحه الى ان يحتاج يجوز تداخل جراحي ثاني. زين، على العكس اذا كان بالعكس احنا صارت عندنا ندبه بس اكثر من اللازم، ايش راح يصير؟ راح يصير شنو؟ كيلويد فورميشن، تكون الجدره اللي احنا نسميها هاي كلش كلش يعني واضحه، تكون ندبه واضحه حيل. هايبرتروفيك سكار، الندبه ايش راح تكون هنا؟ كذلك راح تكون واضحه، يعني الحالتين هي راح تكون عندنا ندبه واضحه ازيد من اللازم. اخوان بالنسبه للفراكشر هيلينج اللي هو كسر العظم، كسر العظم ناس خلينا شوي نناقش على العظام. ستراكشر اوف بون، بون از كومبوز اوف كالسيفايد اوستيو تيشو، معناتها نسيج عظمي كالسيفايد، يعني خلينا نقول مشبع بالكالسيوم اذا صح التعبير، وش كونسيست اوف كولاجين فايبر امبينتد ان ميوكو بروتين ماتريكس. مو مشكله، ديبيندينج اون ذا ارانجمنت اوف ذا كولاجين فايبر، يعتمد على تنظيم الكولاجين فايبر. There are two histologic type of bone. عندنا نوعين من العظام يسموها الوفين وعندنا اللاميلار. ذاك يسمونه شلون الاسفنجي. وعندنا اللاميلار or adult bone. لا هذا مال الكبار اللي يكون نسبة الكولاجين به شنو؟ عالية ومنظمة ومنظمة بشكل متوازي. هنا يكون تنظيم الفرق بين شنو شباب؟ الفرق بين النوعين من العظام ان هنا ترتيب الكولاجين باندل، حزم الكولاجين هنا شو تكون؟ غير منتظمه، هنا تكون منتظمه. تقريبا هذا هو اهم فرق بيناتهم، والمقارنه بيناتهم مهمه. زين، ستيج ان فراكشر هيلينج يعني شو راح يكون؟ هاي تعداد فقط. هيماتوما فورميشن، انفلاميشن، ديموليشن، كذلك formation of granulation tissue، كذلك woven bone and cartilage formation والformation of lamellar bone، وكذلك عندنا remodeling. هنا نكون اخوان خلصنا الـ inflammation والhealing. انا احاول قدر ان كان اخلي الفيديو قصير، بس مع ذلك لازم يعبر له 3/4 ساعة لان المحاضرات يشوفونها طويلة. وان شاء الله نكون فدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.